صدر اسم الفنانة أصالة الترند عبر السوشيال ميديا، وذلك بسبب انتشار فيديو لها جمعها مع زوجها فائق حسن في كواليس برنامج سعودي أيدول. ظهرت أصالة في الفيديو وهي ترتدي فستان من اللون الأبيض الطويل، واعتمدت أن يكون شعرها ملموم بطريقة جذابة، ووضعت مكياج ناعم يوضح جمالها، وظهر زوجها وهو يرتدي عباءة خليجية. ظهرت أصالة في الفيديو وهي ممسكة يد زوجها وسط زغاريد من الموجودين، وبعدها قامت أصالة بتقبيل زوجها، وتفاعل جمهور أصالة مع هذا الفيديو ونال إعجاب العديد منهم، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا لهم السعادة سويا. يذكر أن الفنانة أصالة أثارت الجدل مؤخرا عبر السوشيال ميديا، وذلك بسبب انتشار فيديو من كواليس برنامج اكتشاف المواهب سعودي أيدول، وظهرت فيه وهي تدخن السجائر الإلكترونية وسط زملائها في لجنة تحكيم البرنامج.